مساء الخير وحلقة جديدة من الجسر نقرب المسافات. والنهاردة عندنا حلقة مهمة جدا. حلقتنا النهاردة طبعا زي ما حضراتكم عارفين مباشرة من نيويورك من استوديوهاتنا في ستاتن ايلاند، وتحية خاصة لمشاهدي استراليا. ان شاء الله تكونوا بتشاهدونا وتكون المعلومات اللي احنا بنحاول ان احنا نجمعها في هذا البرنامج بتفيد ليس فقط اللي عايش في امريكا ولكن اللي عايش في الخارج عموما in general من الجاليات العربية على مستوى العالم. النهاردة حلقتنا فيها مواضيع كثيرة بتهمنا كلنا، يمكن طبعا الموضوع الشغل الشاغل مش لنا بس للعالم كله، وهو الكورونا وأحوال الصحية وما يحدث في الدول والأماكن اللي فتحت والأماكن اللي قفلت والأماكن اللي زادت فيها والأماكن اللي هي انتهت تقريبا، والبلاد اللي بدأت الحياة الطبيعية تعود. ويعني أصبح موضوع الكوفيد 19 ده يعني قريب للحل. بدأنا نسمع عن أخبار كلها أخبار إيجابية وأخبار سارة أنه بدأ يكون في أمل أنه يكون في قريبا فاكسين وعلاج لهذا الفيروس اللعين. النهاردة في حلقتنا هنتناول موضوع هام جدا بخصوص هذا الموضوع الكورونا في اولى فقراتنا، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين وعارفين ان احنا بنحاول بقدر الامكان نلتزم بالقواعد والرولز اللي موجوده في الولايه اللي احنا فيها وهي نيويورك، وان احنا دايما يعني احنا بنحاول بقدر الامكان يكون في مسافات. موضوع الماسك او الكمامه دي مهم جدا. ما زلنا لحد دلوقتي الضيوف بيكونوا معانا على التليفون ومن خلال السوشيال ميديا وهذه الأشياء. فالنهاردة هنتكلم عن شيء جديد سمعنا عنه، عن حاجة اسمها كوفيد 19 تو. ايه هو كوفيد 19 تو وتأثيره على مرضى السكر ومرضى القلب، وايه الأعراض اللي ممكن تكون أعراض يعني غير ظاهرة، ان ممكن الواحد يكون عنده أعراض ممكن يعني تكون أعراض فيروس كوفيد 19 وممكن ما يكونش عارض فيروس كوفيد 19 خالص، والأعراض دي أحيانا بتخون اللي هو بيتعرض لها. فنتكلم عن الكوفيد 19 تو، وهنتكلم عن تأثير الكورونا على مرضى السكر وخاصة عن القدم السكري. القدم السكري وده هام جدا وشيء هام جدا للي عنده السكر واللي على البوردر والناس حتى اللي ما عندهاش تاخد بالها، ونعرف ازاي نحمي انفسنا من هذا المرض ايضا، والتعرض ل مش فيروس الكورونا بس، لفيروسات كثيره ممكن تؤثر على المرضى السكري. وايضا عايز اذكر حضراتكم ان النهارده 16 جولاي، امبارح كان 15 وكان اخر يوم لفايلنج للضرايب. الضرايب في امريكا المعاد اللي كان نعمل فايلنج او تقديم الاقرارات الضريبيه كان يوم 15 ابريل، ونظرا لظروف الكورونا وما حدث تم تاجيلها 15 جولاي. لحد كده كويس. بعد كده بقى في نقطه هامه جدا، وهنحاول بقدر الامكان ان احنا نتواصل مع خبير في الضرائب او يعني حد على علم بيعمل في هذا المجال سواء في الحلقة دي أو في الحلقة القادمة، لأنه تم تقديم مساعدات كثيرة من الحكومة، سواء شيكات رجعت من الضرايب للآي آر إس رجعت لناس كثيرة جدا، سواء الناس اللي بتاخد بطالة بدل بطالة، وبدل البطالة يمكن ده كان في يعني مش بس بدل البطالة اللي هو 6 شهور امتد لسنة وتم زيادته خلال الفترة الماضية ويمكن ينتهي على 26 يوليو لو لم يتم تمديده، اللي هي المبلغ الزيادة اللي بتاخده غير بدل البطالة. فهل المبالغ دي كلها والفلوس دي كلها عليها ضرائب؟ يعني احنا مش عايزين برضو ان احنا بناخد الفلوس وبعد كده نفاجأ بالضرائب. هل اللونز اللي بياخدوها البيزنس للبيرول والمساعدات لرجال الاعمال والشركات، هل دي على اخر السنه هيكون عليها ضرائب؟ هل لابد ان احنا نعمل فايلنج لها طالما احنا في جولاي
لهذه الأموال اللي تم تحصيلها خلال الفترة اللي فاتت ولا للعام القادم، ونسبة الضرائب هتكون عليها قد إيه، وإزاي يعني إحنا حاجة زي كده ممكن تبقى مشكلة لناس كتيرة، فنتعرف أكتر يمكن عن النواحي التكنيكية في موضوع الضرائب واللي هو هام جدا في أمريكا. ثم سيكون لنا لقاء هام جدا وموضوع هام جدا وخاص جدا وبيهمنا جميعا كلنا. طبعا احنا بنتمنى لحضراتكم الصحة والسعادة والعمر المديد، ولكن في موضوع يمكن يعني ما ترددناش ان احنا نتكلم فيه، ولكن هو هام لازم نتكلم ويكون لانه شيء من الواقع، وهو الوصية. الوصية لأي شخص هامة جدا، وهل لابد ان انا هنا في امريكا يكون عندي وصية، اترك وصية لأولادي لأخواتي لأقاربي للناس اللي انا عايش في وسطهم مثلا، لابد ان انا يكون عندي وصية. طب لو انا ما عنديش وصية ايه اللي بيحصل؟ طب لو انا عندي اقاربي موجودين هنا في امريكا او اولادي هنا موجودين بيبقى الوضع ازاي؟ طب لو هم مش موجودين هنا وموجودين في بلادنا او في اي في الدولة اللي انا منها اصلا وما عنديش اقارب هنا، ففي حالة الميراث ازاي ده هيحصل؟ هل هنا في اعتراف بالوصية الشرعية؟ وانا بقول الشرعية هي للمسلمين وللمسيحيين ولليهود ولكل الاطياف، يعني كل طائفة لها طريقة معينة في الميراث، فهنتعرف عليها اكتر وهنتعرف على يمكن الحاجة اللي احنا ما نعرفش عنها كتير، وهي الوصية الشرعية اللي هي حسب الشرع، وهل هي قانونية وتتماشى مع القوانين الامريكية ولا. هنتكلم على ما يتعلق بالوصية في كل الامور، في اشياء كثيرة جدا وموضوع هام جدا ان احنا لابد ان احنا نتطرق له. فهيكون معانا في هذا الموضوع خبير في كتابة الوصية، خبير في القانون الامريكي، خبير في القوانين في بلادنا، وهو مدرس وبروفيسور في اهم الجامعات بامريكا ومحامي ايضا اتوني اتلو. يكون معنا الدكتور عابد عواد، نتكلمنا عن الوصية بتفاصيلها ونعرف بقدر الامكان ايه كل ما يتعلق بهذا الموضوع. ثم سيكون لنا ايضا هنتعرف الناس اللي هي كانت خلال الاربع شهور اللي فاتوا دول، كان في مهرجانات للجاليات العربية، كان في احتفالات، كان في كونسرتس معينة، اشياء مهمة جدا بتساعد على الحفاظ على تقاليدنا وعاداتنا وتراثنا العربي الاصيل. فخلال الاربع شهور كله توقف، فحاليا دلوقتي في بشائر لعودة الحياة الطبيعية. فهل ايه اللي حصل مع الاحتفالات والاتفاقات اللي كانت معمولة والمهرجانات اللي كان المفروض هتحصل خلال الفترة اللي فاتت، وهل في تخطيط خلال الفترة القادمة ولا تم إلغاء كل شيء؟ هنتعرف عليه أكتر من خلال منسق ومنظم لهذه المهرجانات والاحتفالات، واللي يكون معنا الأستاذ علي حميدة. فنطلع فاصل ونرجع مع الدكتورة عزة العلوي، وهي متخصصة في الفود دايابيتيك فود اند انكل، القدم السكري، ونتعرف يعني ايه كوفيد 19 تو. هنتعرف عليه من الدكتورة عزة العلوي اللي هتكون ضيفتنا على التليفون طبعا في اولى فقراتنا الليلة. فاصل ونعود اعزائي المشاهدين ونبدأ حلقتنا الليلة اللي اتمنى ان هي تنال اعجابكم جميعا. فاصل ونعود، ابقوا معنا. Cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help create a healthier world by donating today at irusa.org. 25 years together. العروسة بتحب أخوه.
very low. أني أخ فيهم؟ مش قلت لك وصية فظيعة. The husband will come back to life. Yeah, sure. I'll bet you half the money in the safe. It's okay. The brother's gonna fight it out. You call this a fight? Well, keep your eyes on Ramadan shows with Dish. Save $120 over 2 years with packages starting at $24.99 a month. All the Arabic channels you love only on Dish. كل حتة في بلدنا حكاية مستنياك، روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. ما زالت نيويورك تحتل المرتبة الأولى في إصابات كوفيد 19 أو كورونا. نيويورك في المرتبة الأولى، كاليفورنيا في المرتبة الثانية، فلوريدا في المرتبة الثالثة، تكساس في المرتبة الرابعة، ونيوجيرسي في المرتبة الخامسة. وده شيء كويس لأن نيوجيرسي كانت أعلى من كده، فإحنا في تفاؤل، في نوع من أنواع التفاؤل دلوقتي أن الإصابات رغم زيادتها ولكن نسبة الوفيات قلت كثير. في أيام ما حصلش فيها أي وفيات خالص، فده شيء مبشر وإن شاء الله يكون خير علينا جميعا. لقائي الآن يكون مع الدكتورة عزة العلوي. دكتورة عزة على التليفون معنا؟ أيوة فندم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. إن شاء الله تكوني بصحة وأمان وتمام التمام. حضرتك من كليفلاند أوهايو؟ أيوة فندم، ويا رب أنتوا كمان تكونوا بخير. وI hope that you all are safe يعني. وحضرتك متخصصة في يعني شيء هام جدا ويمكن نحنا ما كلمناش فيه كتير، اللي هو الفوت والأنكل، diabetic foot and ankle specialist، يعني تخصص دقيق وهام جدا. ولكن أنا خليني أسألك النهاردة بمناسبة الكوفيد 19. كنت حضرتك ذكرتي ان في شيء اسمه كوفيد 19 تو، يعني يا ريت لو نعرف عنه شويه اكتر. يس فندم، هو في تشخيص جديد احنا لاحظناه من حوالي 3 او 4 شهور. أيوة. انه في حاجه اسمها كوفيد 19 توز، وده من اعراض الكورونا فيروس. زي ما حضرتك عارف انه هو في بيبقى تخثر في الدم، في جلطات في الدم بتحصل. أيوة. نتيجة يعني مضاعفات الكورونا فيروس. فمن ضمن الحاجات اللي لقيناها وابتدينا نلاحظها ان في بعض فئات من المرضى بيبتدي عندهم تغير في لون جلد الأصابع القدم، وتبتدي تتحول اللي هو البلو او البربش، وده يقول لك انه في بدايه جلطات صغيره احنا بنقولها شاور امبلاي او شاور ثرومبس، فده نتيجه التخثر. فكبار السن او اللي ما عندهمش احساس باطرافهم زي مرضى السكر في الحالات المتقدمه
هي ما بيحسوش بالأعراض دي في الأول لأنه هو فقد الإحساس. فالنيرس بقى اللي بتتابعه أو الكير جيفر بيشوفه، بس هلك هو يقدر يشوف اللون، يعني اللون، لون القدم أو الأصابع القدم بتتغير. مش كلهم والله يا فندم، لأن في بعضهم كبار السن ما بيقدروش حتى يبصوا على رجليهم، ما بيقدروش، نظرهم مش بيبقى قوي. فابتدينا نلاحظ إنه في ناس من اللي هم دايجنوست فعلا بالكوفيد 19 أيوة. كانت ظهرت عندهم الأعراض دي قبلها بحوالي 3-4 أيام، بس لأنه الجو كان برد والناس دي بتبقى عندها أمراض مزمنة كثيرة ومتداخلة، فما كانش واضح الموضوع ده. لما تأكد في كل العالم وهنا في الستيتس طبعا إنه من مضاعفات الكورونا فيروس بيحصل التجلطات ده الدم دي، خلاص تأكدنا إنه ده عرض من الأعراض. بس يعني ممكن واحد ما يكونش عنده، ممكن واحد ما يكونش عنده الأعراض اللي هي الشائعة اللي هي درجة الحرارة، حاسة الشم، حاسة التذوق، الكلام ده. لا يا فندم، لا أنت عارف حضرتك هي بتختلف من مريض لمريض. يعني ممكن مريض يجيله الأعراض دي بالظبط عفوا زي ما التكست بوك قال، وممكن مريض تاني يجيله أعراض تانية مختلفة تماما. وممكن للأسف مريض يتهاوى بسرعة وما يتعافاش، وممكن مريض يقعد على الفنتيليتور مدة طويلة ويتعافى. طب إزاي يحمي نفسه أو يحاول أنه بقدر الإمكان أنه هو يتفادى أنه هي تسوء؟ هو أنا أقول لحضرتك حاجتين. إحنا هنتكلم دلوقتي على الناس العادية اللي تقدر تبص على رجليها وتكشف على نفسها، ده ينتبه كويس قوي لو جه تغير في لون الصوابع أو لون الجلد أو ابتدى يحس بتنميل وألم وزرقان، ده على طول يروح للدكتور ويقول له أنا حاسس بكذا. أما بالنسبة بقى لكبار السن أو الناس اللي عايشين في السينيور فاسيليتيز، فالكير جيفرز أو النيرسز أو الدكتورز بيشوفوهم. فإحنا ابتدينا كأطباء فوتن أنكن ننبه الناس، نقول لهم يا جماعة انتبهوا، ومن فضلك ومن ضمن الحاجات اللي بتكشفوا عليها كويس أطراف الرجل والإيدين. الإيدين بتبقى واضحة لكن للأسف ما حدش بياخد باله كتير من الرجال لأن معظمهم بيبقوا لابسين شروبات يعني ساكس، فما بتبقاش واضحة يعني. طيب حضرتك متخصصة في شيء يعني هام جدا وهو القدم السكري، ما هو القدم السكري؟ هو القدم السكري يا فندم عرض من أعراض مرض السكر، ولأن مرض السكر بيأثر على الأعصاب وعلى أجهزة الجسم كلها، فأول حاجة بتتأثر هي الإحساس الطرفي يعني التنميل في الإيدين أو الرجلين. والتنميل ده ما بيجيش فجأة وما بيبقاش شديد عشان الإنسان يلتقطه في الأول، بتيجي بقى بالتدريج، يبتدي يفقد الإحساس، وبالتالي لما حاجة توجعه أو زي مثلا دخل حاجة في رجله ما يحسش، فتبتدي تبص تلاقي دي ممكن يعني تعمل قرحة. قبل المرحلة دي بيحصل تغيرات في القدم نفسها وفي شكلها، يعني إحنا ربنا خلقنا الألم ده جزء من المناعة بتاعت، لو حضرتك ماشي ورجلك اتعوجت أو خبطت في حاجة هتعدل من مسارك. مرضى السكر المتقدم اللي بيجي لهم فقدان الإحساس الطرفي ما عندهمش هذه الخاصية، عشان كده لما بيمشوا على الأرض وممكن ما يبقاش عارف الـ الحاجة اللي بتخبطه، الحاجة اللي بتوجعه، بيفضل مكمل. يعني انت حضرتك عفوا لو لابس شوز وحسيته ضيق عليك هتتألم وهتغيره أو صحيح. هما بيحس هو بيفقد الإحساس بدي، ففجأة تبص تلاقيه متعور، فجأة تلاقي رجله خدت شكل معين، شكل العظم نفسه بيتغير، لأنه من ضمن أعراض السكر برضو إن الدورة الدموية في الأطراف تزيد وتقل تزيد وتقل، عاملة زي موج البحر، ففجأة تلاقي الرجل دي ساقعة ومرة سخنة شديدة الاحمرار، ومع هذا الاحمرار للأسف بيحصل تغير في شكل عظمة القدم، وبالتالي تبص تلاقي معظم المرضى المتقدمين في السكر واللي عندهم فقدان إحساس طرفي شكل رجل نفسه اتغير، والعظمة نزلت للأرض، والجلد اللي بين العظمة والأرض ده بقى رفيع وسين جدا ومش سنسيف، وتبتدي من هنا تحدث القرح والجروح. طب هل ممكن مريض السكري يتفادى ان هي هذه الأعراض
تسوء او تؤثر عليه، يعني ممكن في اشياء معينه ممكن يعملها بحيث ان هو يتفادى المساوئ هذه الاعراض؟ يس شور طبعا. اولا اول حاجه الحفاظ على مستوى السكر في الدم، الاكل الصحي، الرياضه، زياره دوريه للطبيب، وكمان الاهتمام انه يروح للفوت اند انكل سيرجست او البودايتريست، لانه لازم يبقى فيه كشف دوري على القدم. زي ما بقول لحضرتك يعني احنا كلنا مش بس مرضى السكر ممكن ما بناخدش بالنا من رجلينا قوي يعني. الحاجه الثانيه انه حاليا يعني اتعملت ابحاث، وانا الحمد لله كان ليا الشرف ان اكون في الريسيرش ده، في شرابات بتتغير لونها بتغير درجة حرارة القدم، اتعملت في الكلية اللي أنا اتخرجت منها، فهي قايمة على التقاط درجة الحرارة. الناس الكبار في السن اللي هم مش قادرين يكشفوا على باطن رجليهم، الشرابات دي بتتلبس، لو درجة الحرارة بقت أقل من الطبيعي تدي لون معين، لو درجة الحرارة أكتر من الطبيعي تدي لون معين، وهو بالتالي يقدر يكلم الدكتور بتاعه يقول له الوضع كذا. لكن لو هنتكلم جنرالي لازم الحفاظ على مستوى السكر، لازم الأكل الصحي، ممارسة الرياضة ولو حتى بالمشي البسيط. يعني أنا دايما أقول للعيانين بتوعي حتى لو أنت قاعد على الشير بتاعك أو على الريكلاينر، حرك رجليك up and down وتحرك، يعني حرك رجليك لفوق وتحت. صحيح. طيب هل مريض السكر يعني ده بالنسبة لمرضى السكر، طيب اللي هو على البورد دايما يقولوا على بوردر لاين او اللي مش مريض خالص بالسكري، هل برضو ممكن ده يكون في يعني تأثير القدم ده بيكون في مراحل متقدمه لمرضى السكر، ولا ممكن يحصل لاي شخص؟ لا، هو كلمه القدم السكري ده بيحصل الاثنين، الناس اللي عندهم سكر والناس اللي على البوردر لاين زي ما حضرتك بتقول، لانه كلمه بوردر لاين دي واسعه شويه، لانه احنا ممكن واحد مثلا مره يروح يلاقي السكر بتاعه عالي وبعدين ياخد دوايين ثلاثه يتظبط يقوم يبطل يقول لا انا بقيت خلاص كويس انا كنت على البوردر لاين. بس للاسف once you're diagnosed by diabetes او ان انت خلاص شخصت مريض سكر بتفضل طول عمرك مريض سكر، حتى لو رجع الليفل الشوجر بتاعك للطبيعي بس اسمك مريض سكر. ده معناه انه رياكشن بتاع جسمك نفسه للميتابوليزم بتاع الجلوكوز مش طبيعي، حتى لو خفيت لفتره بس البيز موجود. انت بس يعني احيانا الدكتور بيقول لي مثلا مريض السكر ان انت السكر بتاعك مظبوط، اللي هو السكر التراكمي مظبوط، ويبطل ياخد ادويه مثلا. جميل، بس هو لا يمكن يقول له بطل واخد ادويه من غير ما يمشيه على دايت او نظام غذائي تاني. يعني مش بتحصل ابدا. وبعدين زي ما قلت لحضرتك هو زي مريض الضغط، حتى لو خد دواء الضغط وتظبط بس هو في الاصل خلاص مريض ضغط، حتى لو كان وزنه حتى لو كان عنده وزن يعني زياده وقلل الوزن ده برضو بيبقى يعتبر مريض سكر. بالظبط. وزي ما حضرتك عارف للاسف السكر في العالم كله نسبته بتزيد جدا، والأسف أكتر إن الأطفال ابتدى يجيلهم سكر أكتر بكتير من 10 سنين فاتوا، وطبعا ده له أسباب كتيرة جدا. أيوة. الأكل الغير صحي، الشوكليتس، الأديتيفز اللي بتتحط على الأكل، المواد الهرمونية اللي في الأراضي الزراعية وفي الألبان، الجينز نفسها، الجين درافتنج اللي بيتغير نفسه. فالمرض السكر ده للأسف يعني إحنا بنسميه، أنا بسميه السرطان الصامت يعني. طبعا. لأنه تداعياته خطيرة جدا. ما هو واحدة من التداعيات اللي حضرتك بتقول عليها أنه ممكن الإنسان يحس أنه كويس فيبتدي يهمل في نفسه، يبتدي ما يتابعش العلاج، يبتدي يقول أنا أوكي، لكن وانس أنه هو مريض سكر التراكمات بتحصل، التغيرات اللي في الجسم يا فندم وفي أجهزته زي ما هي لن تتوقف ولكن بتقل سرعتها. يعني حتى بدائل يعني السكر مثلا يعني في ناس يعني حتى لو ما عندوش سكر او عنده سكر وبقى كويس وكده بيبتدي ياخد بدائل السكر زي العسل والسويتن لو والاشياء دي، فدي يعني هل برضو بيبقى لها تاثير سلبي على السكر؟ هو هنفصل شوية يا فندم عن العسل عن بدائل السكر، لأنه العسل ده وضع تاني وليه مميزات كتيرة جدا، لكن
مريض السكري بياخد منه كمية صغيرة ومع متابعة العلاج. لكن بدائل السكر اللي هي زي أي بديل بقى، مش عايز أقول أسامي، دي معروف خطرها ومعروف أثارها الجانبية. فإحنا بنقول دايما لمرضى السكر أنا أفضل إنك ما تستعملهاش وتمشي على الأكل الطبيعي، يعني بدل ما تاخد أدوية ضد اللي هي يعني بدائل السكر، لا أنت قلل من أكلك، خد كميات عسل نحل بسيطة، اتعود تشرب السوائل من غير سكريات، من غير سكريات، كل خضار كتير، كل طيب. كل حاجات فيها ألياف كتير. طيب هل قدم السكري وراثة؟ ممكن يكون وراثة في جينات؟ هو في حاجتين يا فندم. السكر نفسه نوعين، سكر يعني بيجي ملوش دعوة بالوراثة، وسكر بيجي بالجينات. السكر اللي بالجينات هو اللي احنا بنسميه تايب 1 دايابيتس، اللي هو في الجين بتاعه مولود انه هيجيله سكر نتيجة ان البنكرياس بتاعه نقص فيه الخلايا اللي تطلع الانسولين. ده نوع. النوع الثاني وهو الاغلب اللي بيجي كنا بنسميه adult type او type 2، اللي بيجي نتيجة مقاومة خلايا الجسم لدخول الانسولين. فانت عندك نوعين، نوع موجود في الجينات اللي هو من الاصل البنكرياس خلايا اللي بتطلع الانسولين فيه قليلة او مش موجودة، والنوع الثاني ده اللي بيحصل نتيجة مقاومة دخول الانسولين للخلايا. والنوع الثاني ده بقى هو نتيجة تراكمات كتيرة جدا زي ما قلت لحضرتك، السمنة، أنواع الأكل اللي مش صحية، الزيوت المهدرجة، عدم ممارسة الرياضة، الحياة يعني اللي بقت إحنا يعني عشان نمشي مثلاً half a mile بنركب our cars، يعني كل الحاجات دي بتأثر على نظامنا الغذائي والميتابوليزم بتاع أجسامنا، وبالتالي أجسامنا ما عادتش بتتحمل دخول الإنسولين عشان يهضم الجلوكوز. كويس. فده وضع تاني. طيب يعني حضرتك متخصصة في قدم السكري، فهل تعرض القدم للشمس أو للمياه أو للأشياء دي، أو يعني لبس الأحذية الضيقة أو الكعب، ده كله بيبقى له تأثير على القدم وخاصة القدم السكري؟ طبعا يعني كويس ان حضرتك اثرت النقطه دي. جميل قوي ان احنا لازم نعرض اقدام الناس دي لضوء ربنا الطبيعي قدر الامكان. مهم جدا انه الاقدام دي تبقى نظيفه ومغسوله ومتنشفه كويس، لانه القدم السكري دي بيحصل فيها اصابات فطريه، والإصابات الفطرية دي الوات ميديا أو القدم الرطبة بتساعد عليها. فإحنا عايزين الرجل دي تبقى دايما نظيفة وجافة ولابس شراب. يعني أنا دايما بقول لعينيني من فضلك الشراب القطن ده جزء من رجلك، ما تفصلوش عنها حتى لو في البيت، بالذات مرضى القدم السكري، لأنه زي ما قلت لحضرتك هو مش حاسس، هو لو داس على حاجة مش هيحسها. فدي حاجة. الحاجة التانية المية، إذا كنت حريرة تقصد يعني مياه البحر والمياه اللي فيها قدر من الملوحة دي مفيدة جدا، لكن تقصد المية العادية؟ لا طبعا، عادي بعد ما ياخد الشاور بتاعه أو بعد ما يغسل رجليه أو بعد ما يتوضى لازم يجففها كويس، لازم يجففها بين الصوابع، لأن زي ما قلت حضرتك الفطريات بتحب الميديا الوقت، يعني عايزة قدم رطبة. فإحنا أهم حاجة إن إحنا نوقف الفطريات، لأنه من ضمن أعراض السكر برضو الأظافر الصفرة السميكة اللي هي مليانة فطريات. طيب الأحذية، والأحذية اللي هي سواء الحريمي الكعب كبير أو رجالي حتى، وتكون ماسكة على الرجل، دي بيبقى لها برضو تأثير؟ طبعا يا فندم. هو احنا بالنسبه احنا البودايتريست يعني لينا انماط واشكال معينه وكاتيجوريز معينه و يعني مقومات معينه للشوز اللي بيلبسها مريض السكر. اولا لازم تكون
واسعة داخليا وعالية بعيدة عن صوابعه، ما تبقاش ضغطة على صوابعه، ولازم يبقى فيه تحتها انسرت او اللي هو الفرشة. الفرشة دي ليها طريقة معينة وبتختلف من مريض لمريض حسب الوزن وحسب حجم الرجل وحسب شكل رجله اللي ربنا خلقها. يعني في ناس عندها فلات فوت، في ناس عندها هاي ارش، في ناس عندها صوابع مفرودة، في ناس عندها صوابع متنية شوية. فإحنا بنعمل الانسرت ده حسب وزن العيان، بنعمل له سكانينج، بنشوف وزنه، بنشوف المواد اللي تتناسب مع قوة ضربة رجله على الأرض ومقاومة الأرض ليها. ودي لها ناس متخصصين الحقيقة. احنا ما بعد ما بنعمل السكانينج والمجمنت بنبعتها لمعامل معينة تعملها يعني. وده الحقيقة بيتغير كل سنتين أو سنة أو ثلاث سنين حسب العيان وحسب نوع الانشورنس اللي عنده، حسب تدهور رجله، حسب قدرته بيمشي قد إيه، محتاج الشوز ده قد إيه، لها مقومات كتيرة تانية. بس قدم السكري ده تخصص لوحده يعني، غير يعني مرضى السكر يعني عموما. قدم السكري ده له علاج لوحده يعني. طبعا هو احنا اول يعني احنا عندنا درجات ستيج 0 ستيج 1 ستيج اب تو ستيج 4 او 5 من قدم السكري. ستيج 0 سلاش 1 دي اللي هو بيبتدي يفقد الاحساس برجله ويجي يقول لي يا دكتور انا بلاحظ ان رجلي احيانا بتبقى حمراء قوي وفجاه تبقى كويسه، احيانا باجي احط رجلي على الارض مش بقدر من الالم واحيانا مش بحس بيها، ممكن يجي يقول لي مثلا انا بحس اني ممشي على قطن. فدي بدايات تقول لنا لا نقف ننتبه، هذا الرجل او هذا المريض او المريضه عندهم مشكله في السكر. وفعلا لما بنقول له اعمل لنا بقى التحاليل بتاعك ممكن نلاقي الهيموجلوبين اي 1 سي اللي هو التراكمي زي ما حضرتك قلت عالي جدا، واخد بال حضرتك؟ وده عشان كده بقول لحضرتك ده كشف دوري، لان هي الحاجه دي العيان نفسه مش بيلاحظها. زي ما قلت لك هو ممكن يلقطها مرة أو اتنين، لكن هي زي الموج بتروح وبتيجي، فهو مش بياخد باله فجأة لا قدر الله تبص تلاقيه قرح. هل في علاقة بين القدم السكري ومرضى القلب؟ هو طبعا يعني أي مرض احنا بنسميه أي مرض بيجي مع مرض تاني بيبقى تأثير سلبي. فمريض السكر لوحده أهون شوية من مريض السكر والقلب. والقلب لأنه من مشاكل السكر زي ما شرحت لحضرتك فقدان الإحساس الطرفي. المشكلة التانية اللي بتواجهنا عدم انتظام وصول الدم للرجل، يعني ممكن يبقى فجأة بنسميه blood wash أو bone wash، تلاقي دم كتير جاي جدا للرجل واحمرار، وأوقات تانية تلاقي الدم مش كويس. فانت لو حضرتك حطيت بقى مريض القلب اللي هو اصلا دورة الدموية عنده مش متضبطة فده بيعمل تأثير سلبي على الرجل. لكن لو حضرتك تقصد هل ان مريض القلب ممكن يجيله اعراض في رجله تشبه القدم السكري، ايوه ممكن، بس احنا مش بنحطها تحت اسم او تصنيف المرض القدم السكري، احنا بنحطها تحت اسم امراض الجهاز الدموي الطرفية. أيوة. وممكن توصل لقرحة برضو، ممكن توصل لقرحة في الآخر. أنت حضرتك كنت كلمتيني بخصوص القرحة، يعني قرحة حضرتك بتعالجيها سواء لمرضى السكري أو حتى لو لغير مرضى السكري بالأنسولين، يعني هل بالأنسولين اللي هو الحقن بالأنسولين ولا عبارة عن الحبوب الأنسولين، يعني إزاي الطريقة؟ احنا هو طبعا صح، احنا برضو ده جزء من ريسيرش انا فيه وابتديته في نيويورك في كذا مستشفى وان شاء الله في طريقه للبابليكيشن. يعني هو زي ما حضرتك عارف الانسولين ده ربنا خلقه طبيعي في جسمنا وله دور مهم جدا في الجسم، والعلماء اكتشفوا انه من اهم ادواره حركة نمو وصحة الخلايا المكونة للجلد اللي هي الكيراتينوسايتس. فالحقيقة ابتدت دي من زمان في روسيا ومصر،
أيوة. فكانوا بيحقنوا حوالين القرح والجروح الانسولين ولقوا انه بيجيب نتائج هايلة. احنا ريسيرش بتاعنا اللي بنعمله مش حق، احنا بنعمل سبراي بالانسولين ده على الون ويعني بنحط شوية اديتف بناء على البي اتش بتاع الالسر. معلش حضرتك قلتي مش حقن، بتعملوا ايه؟ سبراي بنحطه في النيدل وبنعمل سبراي على الوند، يعني بترشه حضرتك بترشه على الوند من بره خارجي كده يعني. ايوه فالحقيقه جايب نتائج هايله جدا، وان شاء الله عون الله يعني لما ربنا يقدر لي ارجع بلدي مصر على طول هعمل ده. وانا اساتذتي وزمايلي اللي هم احسن مني كلهم، يعني في ناس اوريدي بيشتغلوا بيه بس هي تختلف شويه المكونات طبعاً والنسب طبعاً يعني طبعا. طيب ويعني يعني الانسولين اللي هو بيتاخد لعلاج او لضبط نسبه السكر في الدم هو نفسه الانسولين اللي ممكن يكون علاج للقرح بانواعها؟ ايوه فعلا. ايوه احنا بنستخدم الريجولر انسولين العادي خالص يعني، لكن زي ما قلت لحضرتك بنحط عليه شويه اديتيفز تختلف عشان بنقيس بس حموضيه، نسبه حموضيه اللي هي البي اتش بتاع الوند بنقيسها وبنظبطها وبنعمل بقى السبراي ده حسب حجم وعمق الجرح ده يعني. صحيح. ممكن مثلا اديها كل يومين كل ثلاثة ممكن كل اسبوع بناء على العيان جنرال، يعني قد ايه قروحه قد ايه حروقه، هل بيتحسن معنا بسرعة هل بياخد وقت. وده مش بيبقى لوحده الحقيقة، احنا بنعمل تنظيف للقرح دي، بس الريسيرش اللي احنا بنعمله لقينا انه في الناس الحمد لله قدرنا يعني في ناس خلاص هيعملوا ابليكيشن كويسه جدا 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 الحمد لله. طيب الحمد احنا لله. دايما نسمع عن علاج للسكري ودايبيتي الناس اللي هي دايبيتك وكده وبندور، ونسمع دايما انه في علاج بقى موجود في كندا في بعض الدول الاوروبيه اللي هو بيمنع يعني خلاص ممكن واحد يبقى عنده سكر ويروح منه خالص يعني فور جود، ولكن طبعا في امريكا هنا لسه لانه لابد ان هو يكون اف دي اي ابروفد. ايه صحه الكلام ده كله؟ هو شوف حضرتك في كل العالم مش في كندا بس، في كل العالم الصين وروسيا وكندا وفرنسا واستراليا وهنا حتى في ستيتس وفي البلاد العربيه وفي مصر، لان مصر من ضمن البلاد اللي فيها نسبه السكر عاليه، العلماء بيحاربوا وما بيناموش الليل عشان يخترعوا حاجات، لانه زي ما قلت حضرتك ده مرض خطير ده قاتل ده نسبه طبعاً. الموت وال يعني تداعياته اعلى بكتير من السرطان مثلا. طبعا منتشر في كل حته بالظبط في كل حته. ودلوقتي بيعملوا المين اوبجكت دلوقتي انهم يعملوا الشغل على الجينز نفسه، يغيروا الجين ترانسميشن عشان ما ينزلش البيبي ده او المريض ده يبقى عنده سكر يظهر بعد 10 او 12 سنه. هل بقى ده وصلوا فيه لقد ايه؟ احنا لسه ما عرفناش لانه مش مفيش حاجه في ايدينا لسه. بعض الدول زي ما حضرتك قلت بتسمح بتجارب بتسمح بادويه، وده الحقيقه عنده ريستكشن شويه هنا في الستيتس عشان الاف دي ابروفل زي ما انت قلت. لكن كل الدنيا على قدم وساق انه في حاجات هتتغير، مش بس السكر، كل الامراض الجامده المزمنه دي هم بيحاولوا يغيروها جينيا في الجينات، واخد بال حضرتك؟ لكن انا رايي الشخصي انا كطبيبه بقول انه مع الحاجات دي نظام حياتنا هو اللي بيجيب العيا هو اللي بيجيب السكر. يعني نظام الحياه انا برايي انه مهما الناس عملت دايما هو في خطين كده متوازيين، العلم والادويه والحياه اللي بتتغير نمط الحياه السريع العنيف والتغير في كل حاجه اللي بيزود نسبه الامراض، فهم كده خطين ماشيين متوازيين يعني. فيعني هو الدايت والاكل اللي بناكله وعاداتنا وعدم ممارسه الرياضه كل دي اشياء يمكن ما كانتش موجوده
زمان بالطريقه اللي احنا اللي موجوده حاليا دلوقتي، فلابد نرجع تاني ونعود الى هذه الاشياء اللي هي ممكن يعني من خلالها نتفادى اشياء كثيره منها امراض السكر والقلب. طيب كان في في الفتره الاخيره انتشر موضوع البلازما، وانا عارف ان حضرتك يعني مش يعني ده مش في تخصصك ولا، ولكن سمعنا عن البلازما وعن انه ممكن البلازما دي تبقى علاج لامراض كثيره، فطبيا يعني الكلام ده صحيح؟ مظبوط. البلازما دي حضرتك ممكن بتتعالج بيها حاجات كثيره جدا جدا، يعني بنعالج بيها القرح على فكره، احنا بنعالج القرح ان احنا بنحقن بلازما، بنعالج بعض امراض تسوس العظام، ناس بيعالجوا تساقط الشعر، ناس دلوقتي بيتعالج بيها المصابين بالكوفيد 19، الناس اللي هم تعافوا من الكوفيد 19 بياخدوا البلازما بتاعتهم يعالجوا بيها الناس التانية، ودي حاجه هو بيبقى فيها الانتي بودي يعني بالظبط المناعه بالظبط. بس ده برضو يعني انا ما اقدرش ادي حضرتك رايي 100% صح، لان ده لسه تحت مظله التجارب. يعني زي ما حضرتك اكيد عارف في اوروبا وفي كندا صحيح، وفي استراليا وفي الصين وفي اليابان وفي صحيح الهند وفي مصر وفي الامارات بيعالجوا الناس بالبلازما. ايه بقى الاحصائيات اللي طالعه وكم عيان خف وخف ازاي وازاي البلازما دي خدوا قد ايه منها، وهل هي نفس الكميه بنفس فرق التوقيت الزمني، يعني هل انت بتديها كم مره بتدي قد ايه، هل العيان اللي اصاباته شديده قوي او تداعياته شديده قوي بيتعافى زي اللي هو الوسط، هل الوسط ده محتاجها؟ الحقيقه لسه يعني فتره شويه على ما العالم يعني كله يجمع، لكن اللي انا اقدر اقوله لحضرتك انه تاني مصر من البلاد اللي بدات بدري تعمل ريسيرشز دي، لكن وصلنا للريزلتس لسه كلها حالات سترادك يا فندم، فكل واحد بيحاول بس يشوف ايه اللي ممكن يخلينا نقضي على كوفيد 19 ده. طيب. لكن انا كواحده يعني ريسيرشر وطبيبه ما اقدرش ادي حضرتك كلام علمي 100% اقول لك والله دي ريزلتس، لانها كلها سترادك كيس، كلها تحت الابحاث وتحت الريسيرشز والاشياء دي. طيب هل فعلا الانتي بودي اللي واحد بيبقى تعافى من الكورونا او كوفيد 19 وبيكون في جسمه انتي بودي، درجه اصابته مره اخرى بالفيروس بتكون درجه اصابه، هل درجه بتكون بعيده شويه او قليله ان هو يصاب مره اخرى؟ والله يا فندم لغايه بالظبط شهر فات كان المفهوم او الكونسبت عندنا ان اللي هيجيله الكوفيد 19 ده مش بيحصل له ري انفكشن تاني، لكن لما تسمع وهنا في الستيتس وفي برضه في كل العالم في ناس جالهم ري انفكشن، برضه هم مش قادرين يحددوا هل ده كان ري انفكشن ولا كان العيان اصلا ما خفش من الاول، واخد بال حضرتك؟ فبرضو مفيش إجابة 100% صح، لكن أقدر أقول لحضرتك إنه فوق 95% من الناس اللي خفوا ما شفناش إنهم جالهم ري انفكشن. حوالي 5 من 5 ل 2% جالهم ري انفكشن. ونسبة أو دقة التست اللي بتعمل في الأماكن المختلفة هنا في أمريكا، في أماكن كتيرة دلوقتي الناس بتقدر تروح تعمل التست، فدقة التست ده بتكون نسبتها قد إيه؟ حضرتك تقصد اللي هو التست اللي هو المسحه الاوروفاركس اللي هو عن طريق الانف اللي بيدخل من عن طريق الانف. طيب هو طبعا التست ده اوكي انا عشان احدد ان ايه او زي من الناس، وانا بعمل لهم التست ده النهارده يوم 1 جولاي وهيبان بعد 3 4 ايام او اسبوع ان في هذا اليوم العيان ده لما عملت له المسحه ما كانش عنده الكوفيد. فاوكي. طيب ايه اللي يحصل بقى لو العيان ده بعد ما انا عملت له المسحه وراح حته مثلا وجاله انفكشن؟ صحيح. هل المسحه دي بتديك جارانتي انه فوريفر مش عيان او مش هيعيا او مش هيلقط المرض؟ لا.
هو انت في اليوم ده لما خدت منه المسحة دي طلعت نيجاتيف. او مش معقول واحد يعمل تيست كل يوم يعني. بالظبط. فهو اللي بيطلع بوزيتيف بقى هي ميزه المسحه دي ان انت بس تشوف عندك كم حاله بوزيتيف. ودلوقتي طبعا زي ما حضرتك عارف هم قننوها قال لك احنا مش بنعملها الا للي عنده اعراض. ايوه يعني مش انت تروح كده من نفسك او مخالط او شيء من هذا القبيل. او في زي مثلا اطباء اللي بيعالجوا الناس او في اتصال يومي مجال الطبي طبعا. لكن تاني هو احنا بنتساءل طب انت عملت لي المسحه النهارده طب what's going to happen لو انا اعيد بعد اسبوع من المسح. فهي في توقيت معين ممكن تقول ده نيجاتيف او بوزيتيف، هذا سليم او معافى وده عنده كورونا، لكن هي ما تديلكش جارانتي قدام ان انت مش يعني طب وبعدين بعد اسبوعين بعد ثلاثه. لكن هم بيحاولوا زي ما قلت حضرتك هنا يقننوا ويسيطروا على حالات الاصابه عشان يلقطوا في الاول مين اللي ممكن يعيا يقوم يعزلوه. انت عارف ان انت لما بتعزل واحد بالتبعيه بتحمي 100، يعني هي فكره العزل بس مش عشان الانسان ده يخف بس ربنا يشفي الجميع طبعا، لا بس عشان تحمي اللي حواليه. عشان تحمي الاشخاص الشخص الاخر يعني. بالظبط. طيب انا يعني بشكرك شكرا جزيلا دكتور على هذه المعلومات القيمه طبعا. وبتنصحي جالياتنا العربيه هنا الناس عموما يعني ان جنرال عشان يحافظوا على نفسهم؟ في ناس يمكن عملوا كشف تحليل دم لقوا نفسهم عندهم الانتي بودي، فمعناه انه كان عندهم الفيروس وراح، وناس طبعا ما عملش تيست خالص. وبدأنا في بشائر كثيرة بتقول ان احنا الحياة بتعود لطبيعتها في مدن واماكن كثيرة بالولايات المتحدة. الاول طمنيني في كليفلاند اوهايو الوضع عامل ازاي؟ والله احنا زي الستيتس كلها كان من حوالي شهر كده ابتدت الحالات تقل شوية وعدد الوفيات بيقل. في سبايك معينة حصلت من اسبوعين احنا وكم ولاية بس رجعت بتهدى تاني. احنا مش عارفين برضو اللي جاي لانه زي ما حضرتك عارف كل يعني محدش عنده اجابة واضحة لان ده مرض جديد علينا كلنا وتداعياته جديدة وغريبة يعني. اما بالنسبة لسؤال حضرتك يعني انصح الناس بايه؟ اولا اللي عمل تيست ولقى عنده انتي بادي كلنا بنقول وكل العالم على فكرة انه في ناس جالهم في شهر نوفمبر اللي فات وديسمبر دور كحة وبرونكايتس ونزلة شعبية جامدة جدا وكانت عنيفة جدا وعدوا منها وكانت يعني كانت كلها معظمها كحة ناشفة. ده الحقيقة قبل ما العالم يعرف ايه الكوفيد 19 ده. فوارد انه كتير جدا منا جالنا ده وعندنا انتي بوديز في جسمنا. لكن انا ما انصحش واحد طبيعي وما عندوش اعراض وكويس الحمد لله يقلق ويروح يعمل التست. طب هو هيعمله النهارده وبعدين هينزل بقى يروح السوبر ماركت ولا يروح مول ولا يروح يشتري حاجه هيعمله بعد اسبوع كمان. فلا طالما الحمد لله هو كويس ما عندوش اعراض ما يقلقش نفسه. لكن طبعا لازم نتبع التعليمات البعد الجسدي عن الناس لبس الكمامة النظافة على طول وغسل الإيد وإن يبقى الهاند سانيتايزر معاك. أنا في رأيي إنه الحياة كلها مش هنا بس في العالم كله هتاخد شكل تاني بعد الكورونا بعد اوريدي طيب. اوريدي بدأت تاخد تاني. سؤالي الأخير لحضرتك أنا عارف أنا يعني أجهدتك في الأسئلة. لا يا فندم. هل حضرتك متفائلة بوجود أو باكتشاف علاج أو فاكسين للفيروس؟ شوف يا فندم هو من العلم والتاريخ والثوابت والريسيرش الفيروس ده هينتهي وهيلاقوا له علاج وفاكسين وكله. امتى بقى بالظبط هنقدر نقول يا الحمد لله احنا خلصنا منه؟
مش عارفين. هل هيحصل بقى تحور لنوع فيروس تاني؟ وارد، لانه انت عارف ان الكوفيد 19 دي والسارس هم عيله واحده، يعني ابتدت من انفلونزا الخنازير وي فاللي جاي قدام دي هنسيبها لربنا سبحانه وتعالى ونطلب منه السلامه والصحه. لكن الفاكسين قريب هيطلع، بس يمكن 5-6 شهور، لانه هم ابتدوا فيه من ست شهور فاتوا او من 5 شهور. مين اللي هياخده؟ انا ما اعتقدش ان كل الناس، يعني على الاقل المرحله الاولى مش كل الناس هتاخده. الناس اللي فيها خطر الاصابه اكتر، اللي هي كبار السن، اللي بيعملوا في المجال الطبي، اللي بيتعرضوا لاصابات يوميه. هيبقى في كذا نوع فاكسينز، لان في كذا شركه اعلنت عنه، في بلاد اوريدي بتصنعه، هنا في الستيتس ابتدوا يعملوا المرحلة الأولى، ستيج الأولى، ويجربوه على بعض العيانين، والكلام ده قالوه من 3 شهور. لكن إلى أن نصل الدواء نفسه والإف دي إيه يعني توافق عليه، أعتقد إن إحنا لسه قدامنا شهور. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عزة العلوي، وحضرتك مثال مشرف لمصر وللعرب، وكطبيبة متخصصة وفي أماكن هامة جدا، وعضو هام من أعضاء الجيش الأبيض، عملكم عمل راقي، وبشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات ولقاءات قادمة. أنا اللي بشكر حضرتك، وشكرا على حسن استماعكم. ولا والله مش أنا اللي بشرف مصر، ده مصر اللي بتشرفني. يعني أنا دايما أقول أنا لما كنتش اتخرجت من القصر عيني ما كنتش هبقى موجودة هنا. أنا اللي بشرف. وإحنا we're proud of you. بشكرك يا دكتور. بشكرك. طبعا كلام هام وكلام مهم جدا، لابد إن إحنا دايما يبقى في عندنا تذكرة به. طب خلينا نطلع فاصل ونعود لنكمل حلقتنا الليلة. ابقوا معنا. Cared for the health of others for so long because we believe no one should go without proper care. Today, we continue to save lives every day from sickness and disease. Right now, you're providing emergency medical care in Yemen, mobile clinic services in Jordan, supporting an oncology ward in South Africa, and helping clinics here in the United States. You can help create a healthier world by donating today at irusa.org. 25 years together. العروسة بتحب أخوه very low. أني أخ فيهم؟ مش قلت لك واطية فظيعة. The husband will come back to life. Yeah, sure. I'll bet you half the money in the safe. It's okay. The brother was gonna fight it out. You call this a fight? Well, keep your eyes on Ramadan shows with Dish. Save $120 over 2 years with packages starting at $24.99 a month. All the Arabic channels you love only on Dish.
كل حتة في بلدنا حكاية مستنياك. روح عيشها وصورها على هاشتاج This is Egypt وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك تهيب بمواطنيها من أبناء الجالية المصرية اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة واتباع تعليمات الأمن والسلامة للجهات الصحية بالولايات المقيمين بها. يرجى متابعة موقع القنصلية الرسمي www.egypt-nyc.com للوقوف على آخر المستجدات وفقاً لما تعلنه السلطات المحلية من تدابير للحفاظ على الصحة العامة خلال الفترة القادمة. لمعرفة إجراءات إتمام الخدمات القنصلية عن طريق البريد اضغط الرقم 1. لإجراءات إتمام التوكيلات والإقرارات عن طريق البريد اضغط 701. للتصديق على شهادات الزواج والطلاق اضغط 702. للتراجم اضغط 703. لاستلام بطاقات الرقم القومي اضغط 704. لاستلام شهادات الميلاد اضغط 705. لاستلام جوازات السفر المميكنة اضغط 706. للأوراق التجارية اضغط 707. مرة أخرى أعزائي المشاهدين خدوني على أخوانا يعني الحمد لله إن إحنا ما كناش بنعمل حاجة إحنا بنراجع كنت براجع بس يعني موضوع الضرائب واللي بيحصل إن خلينا ندخل على طول على الموضوع ونتكلم مع البروفيسور والخبير خبير الضرائب الدكتور أحمد عبد الحليم. أهلا وسهلا يا دكتور. أستاذ محمد كيف الحال؟ في العالم صحة. أنا عارف إحنا خدناك كده على طول يعني أنا عارف كان يوم 15 امبارح ولحد امبارح كان صعب جدا إن إحنا نوصل لك أو نوصل لأي حد يعني في اليوم اللي هو فيه الديدلاين بتاع الفايلينج. صحيح يا فندم صحيح. طمني الأول عليك وعلى الأسرة وعلى صحتك وعلى إن شاء الله كله يكون بأمان وصحة جيدة. تمام الحمد لله رب العالمين كلنا بخير ونتمنى تكونوا جميعا بخير. قول يا دكتور الاقرارات الضريبيه امبارح كان الديدلاين بتاعها مظبوط صحيح مفيش اكستنشن تاني او حاجه زي كده الاكستنشن اللي يطلب الاكستنشن يعني امبارح جولاي 15 ده كان الاكستندد ديدلاين من ابريل 15 عشان الكوفيد 19 ديبارتمنت اوف تريجري الحكومه الامريكيه قررت انها تمد الديدلاين لحد جولاي 15 اللي طالب وقت زياده بيطلب اكستنشن وافكر اي حد طلب اكستنشن ان هو كان لازم الطبيعي ان هو الاكستنشن بيقعد لحد 6 شهور بس خلاص دلوقتي أيوة. طلب اكستنشن يبقى معاك لحد اكتوبر 15 اللي طلب لحد اكتوبر يا ريت لو المخرج يعلي لنا الصوت شويه يعني كده الصوت حضرتك يعني هل جولاي 15 ده بدل ابريل 15 ممكن اعمل اكستنشن بعده صحيح يا فندم صحيح طيب طب دلوقتي احنا دكتور عايزين نتكلم في كذا موضوع دلوقتي في الناس كتيرة او غالبية الناس يعني جالهم ريفاند من الاي ار اس اللي هي المساعدات اللي هو الشيكات اللي كانت الطفل ب 500 دولار ومش عارف ايه يعني المبالغ دي كلها فالمبالغ اللي رجعت من الاي ار اس دي عليها ضرائب تاني لا المبالغ اللي وصلت كمساعدات مالية للأسر اللي صيّلت ضرائب 2018 أو 2019
ما عليهاش المساعدات الاقتصادية دي ما عليهاش أي ضريبة. آه دي ما عليهاش ضرائب. طيب كويس، دي حاجة وخلصنا منها. طيب دلوقتي الانيمبلويمنت أو بدل البطالة أو البطالة يعني البدل البطالة كان في مبلغ معين بتحسب بناء على دخل كل شخص ولو ماكسيمم، وكان مدته 6 شهور وتم تمديده لمدة سنة، وتم إضافة مبالغ إضافية أيضا اللي هي تنتهي يوم 26 يوليو بحد أقصى $600. فالناس كانت الناس بتاخد يعني الفلوس دي مساعدة طبعا في الوقت اللي احنا فيه لأنه ما فيش شغل وكده. فوضعها ضريبيا هذه الأموال إزاي؟ تمام، مساعدات البطالة هي نوعين من المساعدات ابتدت من قانون اسمه كيرز أكت من مارس 27. أيوة. نوعين من المساعدات، مساعدة فيدرالية اللي هي $600 زائد مساعدة الولاية. المساعدة الفيدرالية 13 أسبوع والمساعدة الولاية 39 أسبوع. 13 أسبوع دول المفروض ينتهوا جولاي 25 أو 26 إلا إن الكونجرس يوافق على التمديد. الكونجرس هيوافق على التمديد أو يلغي التمديد من جولاي 20 لأوغست 7، يعني معهم حوالي أسبوعين يقرروا يعملوا إيه في التمديد الفيدرالي اللي هو $600 زيادة. كويس. آه طيب، هل المبلغ الفيدرالي ده عليه ضرائب للفيدرال او ستيت او السيتي؟ لحد دلوقتي ما فيش جايد لاينز واضحه هل جزء منه هيكون قاضي على الضريبه او لا. هيظهر في القرار الجديد بتاع الكونجرس، ممكن يقرر ان جزء يكون قاضي على الضريبه، والاغلب ان ما فيش جزء من مساعده البطاله الفيدرالي هيكون قاضي على الضريبه، لكن مساعده البطاله من الولايه اكيد قاضي للضريبه. أكيد خضع للضريبة. طيب سمعنا أن في خصم يعني سواء للمساعدة الفيدرالية أو مساعدة البطالة الـ unemployment بيقترحوا على الناس أن هي بيخصموا من المنبع 12.5%. ففي حالة لو وافقوا أن مفيش ضرائب على المساعدات الفيدرالية الفلوس دي هترجع للناس؟ صحيح، فعلا الخصم الضريبي اي حد بيقدم الابلكيشن بيملى وبيختار الخصم الضريبي، بيقول انا عايز ادفع 10% فيدرال تاكس وعايز ادفع 2.5 ستيت تاكس، او يختار ما يدفعش. فده معناه اللي دفع ضريبه هتتحسب له من ضرائب 2020 اما يفايل ضرائب 2020 السنه الجايه، ممكن ترجع له جزء منها، او لو هو بيدفع فلوس كتير بتبقى اكنه دفع دفعه من الضرائب اللي عليه. لكن الأغلب إن كل مساعدات البطالة هتكون خاضعة للضريبة. كل مساعدات البطالة خاضعة للضريبة، و10% وال2.5 يعني 12.5% ممكن ما يبقوش كفاية يبقى يتم خصم أيضا مبالغ أخرى؟ صحيح، هيكون فعلا معظم الناس اللي حصلت على مساعدات بطالة خصوصا إذا تم تمديد مساعدات البطالة لآخر العام، فده معناه هيكون مبلغ كبير وصل معظم الأسر ومعظم الأفراد اللي حصل عليه، والمبلغ كله هيكون خاضع للضريبة. اللي دفع ضرائب وهو بيتلقى مساعدات البطالة يبقى شال جزء من اللي عليه. اللي ما شال جزء من اللي عليه، مش كل اللي عليه يعني. بالضبط، حسب دخله الآخر. خلي بالك إن في دخل يحسب مع دخل البطالة، ممكن يكون اشتغل شوية قبل الكورونا، ممكن هيرجع يشتغل كمان شهرين أو ثلاثة. فمعادلة الضرائب تتضمن مساعدات البطالة وأي دخل من مصادر أخرى. آه طب ده موضوع هام جدا، يعني الناس لابد أنها تكون على دراية بيه، لأنه هيتفاجئ آخر السنة مثلا أنا عليا ضرائب مثلا كم ألف دولار أو شيء من هذا القبيل، ممكن تبقى يعني مشكلة. طيب بالنسبة للشركات والمساعدات اللي هي مساعدات البيزنس ورجال الأعمال و اللي هي المساعدات اللي هي اللونز والبيرول والمساعدات الحكومية دي أيضا خضع للضرائب؟ تمام، الجزء الخاص بالبيزنس في عدة مساعدات أو حزم مساعدات للمحلات التجارية والشركات. جزء منها ما يطلق عليه PPP اللي هو Payroll Protection Program. أيوة. ولازال البرنامج ده موجود لحد أوغست 6، يعني في وقت الواحد يقدم، بس ده للشركات اللي عندها افراد موظفين نظاميين يعني بيحصلوا على W2.
فالشركه بتاخد مساعده من الحكومه عشان تدفع للموظفين الرواتب. الشركات الاصغر اللي ما عندهمش موظفين نظاميين يقدر ياخد مساعده كقرض، جزء من القرض يعفى او بيكون منحه حسب عدد الموظفين اللي عنده. يعني مثلا هو شغال لوحده، هو وزوجته، هو اخوه، هو وشخص اخر مثلا شركاء في عمل صغير او شركه صغيره. فالحكومه الفيدراليه عن طريق الابلكيشن بتسالك عندك كام واحد موظف، كل موظف بياخد $1,000 في منحه. كل موظف $1,000 منحه لا ترد للحكومه. مع نفس الابلكيشن بيحصل ان في تقديم على قرض، فالحكومه بترد عليك على الايميل بتقول لك احنا وافقنا على قرض. طبعا بيتشكوا ما يطلق عليه الكريدت سكور او الكريدت هيستوري، لازم صاحب الشركه او اللي بيقدم على القرض يكون عنده جود كريدت عشان يجيت اكسبتد، ولازم يكون عنده مثلا ضرائب، يكون عمل فايلنج مثلا، بيطلبوا منه فايلنج للضرائب في الاعوام السابقه ولا؟ طبعا طبعا ضرائب الشركه. المعلومات في الاستماره او في الابلكيشن لازم تكون دقيقه، لان هيحصل مراجعات بعد كده. المراجعة ما بتبقاش وقتية، المراجعة ممكن بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات، فاهم حضرتك؟ فاحنا أي حد بيملى الأبلكيشن بننصحه الأبلكيشن تكون دقيقة، تكون أكيوريت، والمعلومات تكون دقيقة بالظبط، عشان لو حصل على قرض بعد كده يقدر الحكومة لو سألته يقدر يقدم الورق المطلوب. في ماكسيمم للقرض يا دكتور؟ القروض وصلت ل 150,000 و200,000، وفي ناس طبعا الشركات كل ما تكون اكبر تقدر تاخد قروض لحد اكبر. طيب. من كده، لكن معظم القروض كان 100 او 150,000 حسب حجم الشركه. في قرض، في شركه صغيره حصلت على $10,000 او $20,000، شركه اكبر مبيعاتها اكبر حصلت على $150,000 او $200,000. وتسديد القرض ده جزء منه بيبقى معافى وجزء منه بيسدد بفوائد؟ القرض بالكامل يجب ان يسدد. الجزء المنحه فقط بيكون $1,000. يعني لو الشركه دي مثلا هنفترض ان في شركه صغيره او محل صغير في 3 افراد بيقدم، بيحصل على $3,000 منحه، وبعدها بايام قليله بيجي له عرض انه ياخد قرض يجب ان يدفع. القرض ده يسدد على 30 سنه بدون فوائد، بسعر فايدة. لا، في فايدة، سعر فايدة 3.75 يعني 4 إلى 4%. وبيسدد على 30 سنة طبعا. بس حضرتك قلت لي حاجة على انت قلت لي $3,000 او $1,000 ولا $3,000؟ $1,000 للموظف، يعني على سبيل المثال لو 3 افراد يبقوا $3,000، لو 4 افراد $4,000. دي المنحة، يعني يا فندم هي استمارة واحدة احنا بنقدمها ذات نتيجتين، يعني استمارة واحدة احنا بنعملها بيكون ليها نتيجتين، نتيجة منحة ونتيجة قرض. طيب، في سؤال جالنا هنا على الناس اللي هي ما كانتش على دراية بالموضوع ده، هل ممكن تقدم دلوقتي وتحصل يعني يبقى زي نوع من ريترو اكتيف، يعني ممكن تاخد الفترة اللي فاتت دي مثلا اللي هم ما كانوش يعرفوا فيها عن القانون؟ أو عن طبعا القرض لازال ساري، يعني المساعدات موجودة ولازالت سارية، أي حد يقدر يقدم عليها في أي وقت. خلال السمول بيزنس اللي هو سمول بالويب سايت، يعني يخش على السمول بيزنس ادمنستريشن، سمول بيزنس ادمنستريشن SBA لون. نعم. والويب سايت للمستمعين والمشاهدين SBA.gov. طب في شخص بيقول لي ان هو مقدم على قرض ومساعدات للشركه وفي نفس الوقت بياخد unemployment، ازاي ممكن كده؟ القرض ما يمنعش او لا يتعارض مع unemployment. القرض اللي هو يدفع او يسدد مره اخرى، اللي يتعارض مع unemployment ايوه القرض المخصص للرواتب اللي احنا ذكرناه وقلنا اسمه PPP Payroll Protection Program. ده بيتعارض مع الانمبلويمنت. ازاي انت اقترضت من الحكومه تدفع رواتب وبرده بتاخد بدل بطاله؟ انت خلاص خدت فلوس الرواتب، يبقى ممنوع بقى تاخد بدل بطاله. هل القرض الاخر لا يتعارض؟
طب هل المخالفة دي بتقع على الموظف ولا على صاحب الشركة؟ لا مش على الموظف، على صاحب الشركة. الموظف الموظف مش مسؤول طبعا، دي مسؤولية الإدارة، مسؤولية الإدارة، إدارة الشركة أو أصحاب الشركة. يعني يقدر ياخد unemployment وفي نفس الوقت يقدم على قرض. تمام يا فندم. أنا عايز أوضح، الموظف اللي بياخد راتبه لا يحق له مساعدة بطالة. صحيح. مساعدة بطالة مين؟ الموظف اللي يعني فقد عمله، أو في حالات كتير ممكن الموظف إذا دخله قل من خلال وظيفته، بمعنى حد كان بيشتغل 40 ساعة لظروف كوفيد 19، لظروف كورونا، هو دلوقتي بيشتغل 10 ساعات بس وهو بيقبض فعلا، فساعات عمله ودخله قل نتيجة كوفيد 19، يبقى في الحالات دي من حقه ياخد unemployment. بننصح دايما بالإجابة الدقيقة، يعني نجاوب الأسئلة بدقة، نتأكد ان احنا فاهمين السؤال كويس عشان نجاوب كويس ونجاوب بدقة. طيب والاوديتنج يا دكتور، ممكن الاوديتنج ده ممكن يبقى بعد سنة بعد سنتين، هل له عدد ماكسيمم من السنين او ممكن في اي وقت بعد 10 سنين؟ الاغلب 3 سنوات، ستيت اوف ليميتيشن معظم الاوديت سيفل اوديت 3 سنوات. 3 سنوات للبزنس وللبيرسونال، للشخصي والشركات. نعم نعم، يعني طبعا في اختلافات، لكن القاعده العامه ستيت اوف ليميتيشن لمعظم السيفل اوديت لا تتعدى 3 سنوات. وفي احتمال انه يستمر، يحصل اكستنشن للوقت اللي هم سامحين بيه بالقروض والبي بي بي. تمام، القروض لا زالت يعني شغاله وما اتقطعتش، حتى القروض القائمه او المدعى لاصحاب الشركات عشان يدفعوا رواتب، احنا بنسميها قروض الرواتب. في قرض رواتب اسمه كده قرض رواتب، الاسم العربي بتاعه يعني قرض الرواتب، وقرض الاوبريشنز اللي هو القرض العام، يبقى قرض رواتب وقرض عام. قرض الاوبريشن ده اللي عليه فوائد، عليه فوائد وده لازم يسدد، وده لازم يسدد. قرض الرواتب هينتهي وقت التقديم ليه خلال 3 اسابيع، هينتهي خلاص الوقت، وده زي ما قلنا ده قرض فقط للشركات اللي عندها موظفين نظاميين بياخدوا W2، شغلهم كله W2، بياخدوا W2 من الإدارة أو من المحل التجاري أو الشركة. طيب طيب في سؤال تاني يا دكتور هام، يعني الناس اللي هي فقدت أو مست التاريخ اللي هو جولاي 15، والناس دي في نوعين منهم، في اللي هو هيرجع له مبالغ، هو عنده عارف ان هو دفع ضرائب او الانكم بتاعه كان قليل ان هو مش هيكون عليه ضرائب، وفي شخص اخر اللي هو ممكن يدفع ضرائب، ففي الحالتين دول ازاي بتصنفهم؟ صحيح، اللي متاكد ان هو مش هيدفع ده ما عندوش ديدلاين، بمعنى ايه؟ هو بيفايل ضرايبه ودخله ما اتغيرش زي كل سنه، وكل سنه بيجي له ريفاند ومش محتاج يعني اكستنشن. الحكومه الفدراليه الحكومه الفدراليه والولايه اللي هو مقيم فيها دايما بيرجعوا له فلوس. الشخص ده ما عندوش ديدلاين، ممكن يفايل كمان شهر كمان شهرين وهياخد فلوسه، لحد سنتين قدام هيدوا له فلوس، لحد سنتين قدام يدوا له فلوس. اللي عارف انه بيدفع نعم، لكن اللي عارف انه بيدفع وكل سنه بيدفع، او عارف ان ظروف 2019 هتخليه ان هو عليه فلوس للحكومه الفدراليه او حكومه الولايه وما عملش اكستنشن امس، افضل شيء انه يفايل في اسرع وقت. تمام. طيب يعني الضرايب اللي هي المبالغ دي كلها اللي اتخذت والمساعدات والانمبلويمنت والكلام ده كله كان سنه 20، ده مش محتاج ان احنا نفكر فيه خالص دلوقتي بالنسبه لضرائبيا او في الاقرارات اللي هي بتقدم السنه دي، الا السنه الجايه سنه 21 بنقدم ل 20. صحيح، الضرايب كالندر يير، يعني من يناير اول يناير لديسمبر 31، ف 2019 دي قبل الكوفيد ما لهاش علاقه خالص بالمساعدات، المساعدات كلها حصلت بعد كوفيد 19، الكيرز اكت تاريخه مارش 27، فدي هتاثر على ضرايب السنه القادمه. طب دكتور يعني هو السؤال الاخير معلش،
ناس كتيرة ما اشتغلتش خلال الفترة دي، بياخد unemployment، بياخد، فلما تبص تلاقي الانكم بتاعه هيجي على اخر السنة، هتبص تلاقي انكم مهما كان هيكون ضعيف يعني. فطبعا انا عارف ان في انكم مش عارف 28,000 ولا 22,000 اشياء زي كده، دي ممكن باش عليه ضرائب حتى، ولا برضو يكون عليه ضرائب خاصة بالانيمبلويمنت وخاصة بالانكم؟ صحيح، معادلة الضرائب زي ما قلت لحضرتك فيها عوامل كتير، يعني عدد افراد الاسرة، الدخل قد ايه، احنا زي ما احنا قلنا كده البطالة او مساعدة البطالة خاضعة للضريبة، فلو هو كان دفع او اختار انه يدفع ضريبة كل اسبوع وبيخصمه من فلوس المساعدة الضرائب مقدما، يبقى هيجي السنة الجاية غالبا مش هيدفع ضرائب كتير وممكن كمان يرجع له فلوس. بس ما نقدرش نحدد ونقول كل الناس زي بعض، لا الحالات بتختلف تماما، خصوصا احنا في منتصف العام يعني الله اعلم كم شهر جايين هيكون في فعلا مساعدات بطالة او في عمل. بالظبط، انا نصيحة للناس أيوة كلها ان أيوة ندفع ضرائب. انا باخد مساعدة بطالة، وحتى دلوقتي اللي بياخد مساعدة بطالة ما كانش دفع قبل كده وهو بيعمل سيرتيفيكيشن كل اسبوع يقدر يغير الاوبشن ده، يغير الاختيار ويطلب ان هم يقتطعوا الضريبة من المصدر. كويس قوي، 10% و2.5% على الاقل ارتاح ارتاح من التفكير في مسألة ضرائب العام. اكيد اكيد، دي نصيحة هامة جدا، وانا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وان شاء الله تكون معنا بقى في الاستوديو يعني كده فيس تو فيس يعني، والامور ترجع لطبيعتها ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا على الاستضافة. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، شكرا. الموضوع الهام ايضا واللي احنا لابد ان احنا نتكلم فيه بتوسع وبتفاصيل اكثر ومن خبير يعرف جيدا القانون في امريكا ويعرف جيدا القوانين في بلادنا وفي على مستوى العالم، وزي ما قلت لحضرتكم هو بروفيسور بيدرس في جامعات امريكيه كبيره، هو محامي على المخضرم على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول كثيرة في العالم. الدكتور عابد عواد هيكون معانا ونتكلم عن الوصية وما يتعلق بكل هذا الموضوع. الدكتور عابد معانا على التليفون؟ معاك. اهلا يا دكتور. مساء الخير. مساء النور، ازي صح؟ الحمد لله. طمني عليك الاول، كله تمام؟ والله كله تمام الحمد لله، كلنا بخير وصحة وسلامة وبعيدين عن الكورونا الحمد لله. قول يا دكتور، الوصية موضوع كبير وموضوع هام جدا، وخاصة للناس اللي عايشة في أمريكا، وإحنا كعرب وعندنا يمكن نوع معين من العادات والتقاليد والدين بيفرض علينا أشياء هامة جدا إن هي تكون في الوصية. قول لي الأول تعريف الوصية، ما هي الوصية؟ هل احنا باللغة العربية وكمسلمين وحتى مسيحيين عندما نقول وصية نعتقد بأنها الوصية الإسلامية التي تتعلق بترك تركتك لصدقة جارية أو لأقارب أو لأصدقاء أو لوقت معين. صحيح، ولكن عندما نتكلم عن الوصية في أمريكا الوصية تتحكم بكل أملاكك في حالة الوفاة. فماذا يحدث؟ إنه الوصية بحد ذاتها هي مستند قانوني يتضمن كيف تريد تقسيم تركتك عند الوفاة. من هما؟ ما تريد أن يكون الورثة؟ كيف يتم تقسيم التركة للورثة؟ من تريد أن توصي أن تعين كوصي لأولادك لأطفالك؟ كيف تريد أن يتم دفنك؟ بالنسبة يعني أتريد أن تكون يعني هي الوصية مش مادية بس، يعني مش مادية بس، مادية تتحكم بكل حاجة. وأيضا شيء مهم بأنك بالوصية تعين من سيكون مدير التركة، ومدير التركة هو المسؤول أن يجمع جميع الأملاك وينفذ وصيتك
بالتقسيم بالتعيين وبإخفاء الحسابات أو كذا. طب الوصية الشرعية لو حبينا نفصل شوية من أنواع الوصية، يعني الوصية أنواع كثيرة منها، الوصية الشرعية. هلا لما تتوفى في مصر في فلسطين، القانون الشرعي الإسلامي يطبق تلقائيا ويتم تقسيم أملاكك طبقا للشريعة الإسلامية. بتذهب إلى المحكمة يصدروا حصر إرث، من هم الورثة الذي يحق لهم ورثة. حضرتك بتوصل المحكمة هنا في أمريكا يعني. هلا إذا مت في دولة، إذا ما في وصية يتم تقسيم التركة وتعيين الوصي وتعيين من يكون مدير التركة من قبل المحكمة الأمريكية. أيوة. ويتم التقسيم بناء على القانون الوضعي الذي لا يتماشى مع الشرع الإسلامي، يعني تقسيم التركة يخالف الشريعة الإسلامية. ففي هذه الحالة إذا أردت أن يتم تقسيم تركتك بطريقة شرعية وتتطابق مع سورة النساء في القرآن، أيوة، يجب أن تعمل وصية شرعية، وصية إسلامية تتطابق بالشرع ونافذة بالقانون الأمريكي. وهل يعترف بها وتكون غير مخالفة للقوانين الأمريكية؟ نعم، ولكن في إشكال وحيد. إحنا بالشرع الإسلامي لا تستطيع أن تحرم أي وريث، لا تستطيع أن تحرم ابنك أو بنتك أو زوجتك. هذا القانون يخالف النظام العام الإسلامي. في أمريكا تستطيع أن تحرم جميع الناس ما عدا زوجتك، ما عدا الزوجة، أولادك، ما عدا الزوجة. فالقانون الأمريكي ينص لأنه أنت تعيش في شو بنسميه two jurisdictions. أيوة. عندك ولايات بنسميها equitable distribution state، وفي ولايات بنسميها community property state. كاليفورنيا تعتبر community property، نيويورك تعتبر equitable distribution. الفرق ما بينها الولايات، أيوة، إنه في نيويورك جميع الأملاك التي تتراكم أثناء فترة الزواج تعتبر أملاك زوجية، ولكن في حالة الوفاة الأملاك التي مكتوبة باسم الزوج لحاله بانفراد أو الزوجة بانفراد، هذه الأملاك تكون جزء من التركة والزوجة تشارك بحصتها من أملاكك الخاصة أو الفردية. حاولت أن تحرمها يحق لها نصف الأملاك الزوجية. يعني حضرتك بتقول الحصة اللي هي إيه يعني، اللي هي هذه نسميها elective share، يحق لها أن تأخذ نصف تركة الزوج أو نصف تركة الزوجة. أيوة، بس حتى لو على الوصية، على الوصية الشرعية، هذا إحنا بنتكلم، ما الوصية نريد أن نغير هذه الحصص لتتماشى مع الشريعة. فهذا السبب إني أحاول أفهم إنه هذا الموضوع يتطلب تنازل من الزوجة أو الزوج عندما يقرعون الوصية الشرعية بأنهم يقبلون الحصة الشرعية مقابل التنازل عن الحصة المدنية في القانون الأمريكي. يعني دلوقتي لو الزوج عايز يعمل وصية أو الزوجة عايزة تعمل وصية، لابد إن هما الاتنين يتفقوا إن هي تكون على الشريعة الإسلامية، اللي هي الزوجة بيبقى لها تمن والأولاد مش عارف إيه وهكذا. بالضبط. ما ينفعش مجرد الزوج يعمل الوصية بينه وبين نفسه.
هو بيقدر يعمل الوصية بينه وبين نفسه، ولكن عندما يتم تسجيل هذه الوصية يحق للزوجة أن تعارض التنفيذ. يعني الوصية دي لازم تسجل في المحكمة؟ تسجل في المحكمة بعد الوفاة. بعد الوفاة. بعد الوفاة. ويتم تسجيلها من قبل مدير التركة. فبعد الوفاة مدير التركة يأخذ الوصية ويسجلها في المحكمة علشان المحكمة تصدر قرار قانوني تعطيه الصلاحية أن يجمع أملاك التركة ويوزعها. طيب مين اللي بيعين مدير التركة؟ مين اللي بيعين مدير التركة؟ الموصي. الموصي اللي بيعمل الوصية. يعني أنا بختار أريد أخي يكون مدير تركتي. أيوة. المحكمة يجب أن تقبل بهذا كمدير تركتي. طب حتى لو مدير التركة دي مش أمريكان، مش أمريكان سيتيزن أو لا يعيش بأمريكا؟ أمين، هو لا يوجد قانون يمنع أن تعين ابن خالة بالقاهرة، ولكن إذا لا يستطيع أن يأتي إلى البلد وما هوش جنسية وما هوش لغة سيواجه مصاعب، ولكن يستطيع أن يعين محامي، لأن كثير من الأحيان إذا أردت تنفيذ التركة ولا تريد أن تباشر بالإجراءات بنفسك كمدير تركة، معك الصلاحية أن تعين محامي يدير التركة بالنيابة عنك. طيب طيب دكتور، حكم من لم يترك وصية وعنده أولاد وعنده أقارب وعنده ناس هنا عايشة، الميراث هنا انت حضرتك قلت الزوجة بيبقى لها النصيب الأكبر، والأولاد يعني بالتوزيع بيكون ازاي لو ما عندوش وصية؟ القوانين في كل ولاية تختلف عن 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 غيرها. عندك ولايات في حالة الوفاة وعندك زوجة والأولاد أولادك من نفس الزوجة، الزوجة حتاخد 100%، ولكن حتى الأولاد لو سن الأولاد 18 20 30 برضو هي تاخد 100%. برضو حتاخد كل حاجة لأنه الأولاد نفس من نفس الزوجة من الزوجة، ولكن في ولايات أخرى تعطي الزوجة النصف والنصف الباقي للأولاد. طب لو كان متزوج وعنده أولاد من زوجة أخرى قبل الزوجة دي أو بعد الزوجة دي، هي تأخذ النصف وهو والأولاد يأخذوا النصف في أكثر الولايات. ولكن أيضا خلي بالك أنه ليس جميع الأملاك التي بحوزة الزوجة أو الزوجة يتم تقسيمها من خلال التركة، لأن في أمريكا تستطيع أن تملك عقار على سبيل المثال أنت وزوجتك بحق احنا بنسميه with right of survivorship، حق انه في حالة الوفاة تنتقل ملكية المتوفي الى الى الزوج العائش، فلا تمشي هذه البيت، هذا العقار لن يدخل في التركة، يذهب الى الزوجة او الزوج مباشرة. ده العقار اللي هم ساكنين فيه اللي هو ساكن فيها يا دكتور، اللي هو ساكن فيها او حتى لو ما كان ساكن فيها. طب عنده واحد مثلا عنده ثلاث اربع عقارات، يعني عنده انفستمنت، هل العقارات دي بتقول ازاي يعني بتروح ازاي؟ في اكثر الاحوال في العقارات الاستثماريه اذا هي باسمه بس، ايوه، تذهب هذه العقارات الى التركه ويتم توزيعها طبقا للتقسيم في الوصيه او التقسيم في القانون الوضعي. ولكن إذا الملكية مشتركة تستطيع أن تملكها مشتركة بحق السيرفايفرشيب أو مشتركة بدون حق السيرفايفرشيب. إذا مشتركة بدون حق السيرفايفرشيب لهم النصف بالتساوي، نصف العقار يذهب إلى الزوجة والنصف الآخر يذهب إلى التركة وتأخذ حصتها من التركة. طيب كويس. طيب في حالة ده بالنسبة للزوجة والأولاد، وهل
الأخ والأخت والابن العم وابن الخال، هل دول لهم نصيب في هذه التركة ولا؟ لا، لأنه كله بيعتمد يعني حتى بالميراث الإسلامي، إذا عندك ولد يحجب الإخوة، إذا عندك أب الأب يحجب الإخوة، وبالقانون الأمريكي نفس حاجة، إذا عندك عندك ولد أو بنت فيحجب الإخوة. طيب، ولكن إذا ما في أولاد الإخوة هم ما بيكونوا درجة ثانية ويحق لهم الإخوة. طيب كويس، في الشريعة الإسلامية البنت لو عنده واحد، عنده بنات فقط أو بنت بس ما عندوش أولاد أو أولاد ذكور، البنت ما بتاخدش بنفس النصيب الولد لو كان في ولد، فبيبقى في الأخ له حقوق. هو اتفضل. هلا هو الموضوع الإناث هو كالآتي، هو إنه إذا يتوفى المرحوم وعنده فقط بنت ستأخذ نصف التركة، إذا توفى وعنده بنتان البنات أكثر من اثنتان يحق لهم ثلثي التركة، هلا باقي يذهب إلى الإخوة لأن البنات لا تحجب الإخوة. ده في الشريعة الإسلامية؟ في الشريعة الإسلامية، في الشريعة الإسلامية بس. طيب امريكي طب هنا في امريكا، في امريكا هنا ازاي يطبق ده؟ هذا يطبق بوصيه شرعيه، لانه يحق لك ان تحرم ولد لو اردت في القانون الامريكي، فانت لا تحرم احد، انما تعطي مثل حظ الذكر انثتان. وفي احنا عندنا مشروع اسمه شريعه ويز، يعني أيوة. للمشاهدين اللي بيحب يروح على شريعه ويز shariawiz.com، shariawiz.com. كويس، فإحنا ناخدين مشروعنا بشريعة ويز إنه تقدر أنت تعمل وصيتك الشرعية على الكمبيوتر، على أونلاين، بمبلغ معقول وسهل، ووجدنا حلول شرعية لتتعامل مع موضوع الثمن للزوجة وموضوع إرث البنت. فنحن يعني التراث الإسلامي والفقه الإسلامي والشريعة كنظام معرفي ينتج معرفة، يعطينا فرصة أن نجد حلول في داخل إطار تراثنا ليتعامل مع وجودنا في أمريكا وظروفنا المختلفة الاقتصادية الدينية وما شابه. أيوة. فنعم بالشرع التقليدي نعم البنت تأخذ نصف الابن والزوجة تأخذ الثمن أو الربع، ولكن هناك حلول أن يأخذوا أكثر. طيب دكتور، هل الحكومة الأمريكية أو هنا بيبقى لها نصيب في التركة؟ لها نصيب واحد، عندك حاجة نسميها الـ inheritance tax والـ state tax، بس القوانين تغيرت في آخر 4-5 سنوات، ففي الوقت الحالي مبلغ 10 مليون معفاة من الضرائب، فإذا توفيت والتركة لا تفوق 10 مليون لن يكون هناك أي ضرائب، ففي هاي الحالة ما في ضرائب، ولكن في ضرائب على مستوى الولاية، بس إذا الذين يرثوا من الدرجة الأولى في أكثر الحالات ما في ضرائب، وإذا لا يوجد ورثة في تلك الحالة الولاية تأخذ التركة. طيب لو الورثة مش موجودين هنا في أمريكا، لو هو مثلا يعني توفى وعنده أخوة وأخوات وأقارب ولكن مش موجودين هنا، موجودين في بلاد، في فلسطين، في مصر، في لبنان،
في تلك الحالة إذا لما يتم فتح شركة المرحوم يجب أن يتم تبليغ الأقارب المرحوم. فالذي يتم تعيينه من المحكمة سيكون محامي أو إحنا بنسميه public administrator. وعندما يتم تعيينه يجب أن يعمل بحث نعم. عن حياة المرحوم، وإذا وجد أقارب له في دولة أخرى يجب أن يتم تبليغهم لأن حقهم في هذه الشركة. ولكن ما يحدث في أكثر الأحوال إنه صعب إنه تجد هذه الورثة في دولة أجنبية، فيبقى الشركة يتم بيعها ووضع المبلغ في خزانة الدولة. طيب هل في خزانة الدولة لحد ما يكون لحق لواحد يطالب لفترة معينة وبعدين تأخذها الحكومة. طيب هل ممكن ان الشخص يكون يعمل وصية هنا هيقول فيها ان انا بوصي على تقسيم املاكي حسب الشريعة الإسلامية وما بيسميش اي شخص ولا بيسمي الزوجة ولا بيسمي الاولاد ولا بيسمي اي حد ولكن بيقول حسب الشريعة الإسلامية فقط؟ هذا راح يكون احتمال يسبب مشاكل. كما تعرف احنا نعيش في الولايات المتحدة دولة في فصل ما بين الدين والدولة. أيوة. والقضاء الأمريكيين ليس لديهم الصلاحية أن ينفذوا أو يطبقوا قانون ديني أو يعملوا أي تفسيرات دينية، فلابد يكون فيها تفاصيل. في هذه الحالة هذا the first amendment separation of state and church. شو بصير إنه في هذه الحالة أحيانا القاضي سيعين خبير، ولكن إذا الوصية فقط تكون شريعة احتمال إنه القاضي لن يستطيع أن يطبقها وسيطبق القانون الوضعي. لهذا السبب الوصية التي نحن نعتمدها كمحامين بمكتبي والوصية التي صغناها في موقعنا شريعة.com لا تعطي صلاحية للقاضي ليفسر أو يطبق الشريعة. صحيح. إنما تطلب من القاضي أن يطبق نيتي ورأيي وماذا أريد أنا كمسلم، وبدقة نقول أريد النسبة الفلانية لبنتي والنسبة الفلانية لابني والنسبة الفلانية لزوجتي. فبهذه الطريقة يستطيع القاضي تنفيذ وصيتي كما أريدها بدون اللجوء إلى أي فقه أو تفسير ديني أو قراءة ديني. طيب هل يجوز أنه الوصي المسلم أن هو يورث غير المسلم لو عنده أقارب غير مسلمين، لو الزوجة غير مسلمة، لو بعض من الأولاد ما بقوش مسلمين؟ يعني هيبقى الوضع فيها إزاي؟ أوكي. هلأ إحنا بشريعتنا كما في جميع الشرائع إنه المسلم الغير مسلم لا يعتبر وارث، ولكن هذا لا يعني لا يحق له أن تترك له ورثة. على سبيل المثال أنا ابني في حياتي اعتنق المسيحي، أيوة، إسلاميا لا يحق له أن يأخذ حصته الشرعية من تركتي، ولكن يحق لي أن أترك له تلك تركتي كوصية. فيحق للمسلم أن يوصي لغير وارث نسبة من تركته، لمسلم، ليهودي، لمسيحي، لملحد، لمن تريد.
طالما هاي وصية. ولكن بنسبة معينة، لأنه دائما بنقول لا وصية لوارث، أن لا تفوق الثلث. لا تفوق الثلث، وهذا مثل ما نعمل حتى للزوجة. الزوجة المسيحية أو الكتابية في حالة الموضوع الشرعي لن ترث الثمن، ولكن تستطيع أن تترك لها ثلث تركة. وأيضا لها طبعا المؤخر الصداق تعتبر دين على التركة، فيحق للزوجة أن تأخذ مؤخرها من التركة إضافة إلى حقها الشرعي الثمن أو الربع أو الثلث إذا هي غير مسلمة. طيب، هل ممكن الورثة يعترضوا على الوصية؟ نعم، لكن طبقا لشروط محدودة. يعني إذا طفل تم حرمانه، يمكن يدعي أنه أبوه أو أمه وقعوا الوصية بإقرار أو بتدليس أو بغش. إذا زوجة تم حرمها من جزء من التركة، تستطيع أن تدعي أنه هذا تدليس وغش. يمكن تقول والله الزوج ما كان على قواه العقلية، كان مريض وفي حالة مرض وتم توقيع بتزوير. هذه الأشياء التي تستطيع أن تعارض التركة عليها. ولكن إذا التركة يتم توقيعها أمام شهود ونوتري والأشياء كهذه، هاي تعطي صحة مضمونة لتنفيذ الوصية. طيب، هل الوصية لابد أن هي تروح للزوج وللأولاد؟ وممكن لو مثلا الوصي عنده أولاد وزوجة ولكن لم يكتب الوصية لهم، وكتب الوصية لصديق له، لصديقة، لأقارب، وعنده زوجة وأولاد. طبعا احنا مثل ما قلت انه الزوجة لن يستطيع ان يحرمها من الميراث، فطبقا للقوانين الأمريكية في أكثر الولايات قد تستحق النصف، وفي حالات يمكن تستحق الأكثر، فتستطيع أن تعارض الوصية وتأخذ حصتها المدنية طبقا للقانون الأمريكي. الأولاد ليس لهم حقوق إلا في ولاية لويزيانا، هذه ولاية فقط، إنه الأولاد صعب أن تحرمهم، بس بأمريكا، بنيويورك، بنيوجيرسي، بهاي الولايات تستطيع أن تحرم أولادك عادي. طيب، من المسؤول عن تنفيذ الوصية؟ يعني بعد ما الوصي يتوفى الله، مين المسؤول عن التنفيذ؟ يعني هل في زي مثلا ما بنقول قانون بيتنفذ او حكم بينفذه المارشال، بينفذه الجهات المختصة، من مسؤول عن تنفيذ الوصية؟ الاكزيكيتور او الريبريزنتيف، هناك عدة أسماء لمدير التركة. مدير التركة عندما يقدم الوصية لتسجيلها في المحكمة، تصدر المحكمة قرار رسمي بتعيين مدير التركة، ومدير التركة بهذا التعيين الرسمي يتعال حقوق القانونية كأنه المرحوم، يستطيع أن يذهب إلى البنوك ويسحب الباونسز، يستطيع أن يتصل على شركات التأمين ويأخذ المبالغ، يغير شق الملكية ويبيع العقارات، يستطيع أن يعمل كل شيء. طيب، مدير التركة لو فقد القدرة على إدارة التركة أو توفاه الله أو حصل أي شيء، مين من ينوب عنه؟ يوجولي بالوصية احنا نضع شخصين، سنقول انا اعين محمد الخشاب ليكون مدير تركي. في حالة محمد لم يقبل هذا التوكيل، هذا التعيين، او توفى قبلي، اعين عبد العزيز.
وفي حالة عبد العزيز توفى وعين أختي فاطمة. طيب الوصية دكتور في مكان بتحفظ فيه الوصية؟ يعني هل الوصية بتحفظ في محكمة، بتحفظ في المنزل، في البيت عند المحامي؟ وهل لو تحفظ عند المحامي والمحامي نقل لولاية أخرى أو غير متواجد بتكون فين الوصية؟ في أكثر الأحيان الوصية يتم ادخارها في البيت أو في سيف باكس في البنك. إذا تركتها عند محامي يعني في مكاتب محاماة عندهم السيف. أيوة. فبتنحط الوصية في داخل هذا السيف، ولما بيموت بيجوا الأهل وبتفتح السيف وتعطيهم الوصية. طيب في حالة لا يتم تسجيلها بالمحكمة. في ولايات قليلة ما حد طيب يدخر أو هل ممكن تكون هل ممكن تكون الوصية ورقة عادية مكتوبة كده، ولا لابد إن هي تكون عند محامي أو في محكمة أو نوتورايز؟ هو الوصية المتطلبات لصحة الوصية قليلة جدا، هي أن تكون مكتوبة ويكون هناك شاهدان على التوقيع. يعني كتبت الوصية وقعت أمام شهود اثنين، ودول الشهود الاثنين مش ورثة في وصيتك. هلا بنيويورك وبنيجيرسي وولايات أخرى إذا أضفت النوتري يسهل على اعتماد وتنفيذ الوصية في المحكم، لأنه بدون نوتري أو تصديق لما تقدم الوصية للمحكمة يجب أن يأتي الشهود ويشهدوا أن هذا توقيع. كويس أوي. طيب دكتور دلوقتي أنا عندي يعني لو تشوف كمية التليفونات والأسئلة اللي عندنا غير طبيعية، فهل ممكن توعدنا أن أنت تكون معنا هنا في الاستوديو وتجيب على أسئلة كثيرة من الناس بيسألوا فيها؟ طبعا موضوع هام جدا وشائك جدا، وأحيانا الناس بتخجل أن الكلام فيه أو ما بتحبش الكلام فيه، ولكن لما بنفتح الموضوع لقينا أنه الناس كتير عايزة تعرف عن هذا الموضوع. Absolutely. أنا جاهز نختار وقت مناسب ونفتح التليفونات ونجاوب كل أسئلة الناس، لأنه هذا موضوع مهم والوصية تتفادى كثير مشاكل بعد موتك. فأنت كإنسان مسلم أمريكي لازم تفكر أن تحمي عائلتك. صحيح. وأن تخلي الموضوع سهل لهم، يعني ما تعقد لهم يروحوا على المحاكم والشجارات ونزاعات ما بين العائلة. فنحن جاهزين نجاوب على جميع. وإحنا إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين هنتفق مع حضرتك تكون معنا في الاستوديو ونجيب على أسئلة نجيب على أسئلة ناس كثيرة. فأنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد عواد على هذه المعلومات القيمة والموضوع الهام جدا للناس كثيرة، وطبعا من طوائف مختلفة الوصية بتنطبق عليهم. بشكرك شكرا جزيلا. الله. طبعا احنا الوقت بيدهمنا، فخلينا نرحب بالأستاذ علي حميدة. أيوة أستاذ. إزيك يا أستاذ علي؟ الأستاذ علي منظم ومنسق للاحتفالات الهامة جدا والمهرجانات العربية والكونسرت اللي بتحافظ على عاداتنا وتقاليدنا والفلكلور العربي الأصيل، ولكن خلال يمكن الأربع شهور الماضيين تم إلغاء كثير من هذه الاحتفالات وهذه الحفلات وهذه اللقاءات. وخلينا نعرف أكتر من الأستاذ علي إيه الموضوع وعملته إيه خلال الفترة اللي فاتت دي ولغيته أشياء كثيرة يعني. نعم هذا صحيح صحيح. يعني مش بس المهرجانات الكونسرت، كمان الحفلات الأفراح الكثيرة تم إلغائها في هذا الزمن زمن الكورونا. أيوة. و...
احنا في وضع يعني سيء بالنسبه للكورونا فايروس وهذا الوباء السيء ان شاء الله بيروح عنا يعني قريبا القريب العاجل ان شاء الله. والمهرجانات السنويه طبعا اللي بتعملها كل سنه التغت كلها لانه عايزين المسافه الاجتماعيه وعايزين الكمامات وعدم التجمع بالنسبه للجروب والناس في هذه الحفلات. هي المهرجانات دي كلها استاذ علي لها معاني، يعني هي مش مجرد مهرجان لطرب بس او احتفال فني، ولكن ده بيبقى اجتماع كبير، عادات وتقاليد الولاد الصغارين بيشوفوها بنحافظ عليها، في بيبقى في يعني عن اللبس بتاعنا كعرب، الاكل، اللبس والطعام، الموسيقى، الاشياء الكثيره اللي هي يعني بتعبر عننا وعن بيئتنا وعن تقاليدنا وعاداتنا، دي لما تنقطع طبعا ده بيبقى شيء يعني غير مرغوب فيه. وهذا صحيح، صحيح جدا يعني. وبعدين يعني مين فكر انه الموسيقى رايحه تختفي يعني، والنشاطات الاجتماعيه اللي بنعملها كل مره يعني في الوقت هذا يعني اشتقنا بصراحه، اشتقنا للاحتفالات واشتقنا للتقليد العربي وال الشعبي والموسيقى والدبكات الفولكلورية، يعني هذه جزء من حياتنا والانترتينمنت او التسلية طيب يعني في يعني احنا شايفين دلوقتي الاشارات بتقول ان الحياة يعني ان شاء الله ترجع قريبا لطبيعتها بالتدريج، فهل في امل لاستكمال النص الثاني من السنة ان يكون في، هل انتم بتتفقوا على اشياء ولا السنه دي كله اتلغى؟ يعني بالنسبه للمهرجانات الكبرى هذه اشتغلت، ولكن في باقي الحفلات العاديه والافراح بلشت من جديد يعني اللي تاخذ مجراها، بس يعني لازم ندير بالنا على الموضوع انه هذا الكورونا يعني مش مزحه، وباء سيء جدا، ولازم ندير بالنا على الموضوع ما ندخلش في متاهات، وانه نفكر انه في حتى من الناس يعني بعض الناس يفكروا انه هذا يعني لعبه ولاد صغار، الموضوع مش مظبوط، ما في كورونا يعني لو نصبر شويه يكون افضل يعني حتى لو لغينا بقيه السنه هيبقى يمكن ده للافضل، وان شاء الله ربنا عماله بيفرجها شوي يعني طيب انتوا حاليا دلوقتي حضرتك يعني في انت طبعا وعندك فريق كبير وفي اماكن اخرى ولايات اخرى ناس كانت بتشتغل على هذه المواضيع فقط، طب انتوا خلال الفتره اللي فاتت دي كان نشاطكم ازاي او ما كانش فيه نشاط خالص، والفتره القادمه ايه التخطيطات؟ ما فيش من حد ما دخل الكورونا فيروس انتهى الموضوع، يعني مين كان يفكر يعني هذا حرب يعني، ولكن حرب نوع آخر، حرب الفيروس اللي ما بتشوفش بالعين المجردة يعني عماله بيدمر في العالم، والله يستر الله يستر يعني. أنا هذا بحس إنه إنذار لأشياء ممكن إنها تأتي تكون أسوأ من الموضوع، إن شاء الله لا، إن شاء الله تكون غلطان، إن شاء الله ما حصلش، إن شاء الله ربنا بيكرمنا وبنرجع. وهلا الناس بلكي انتبهت انه الحروب يعني مش منيحه للناس، وهلا الناس صاروا يديروا بالهم من فيروس مش من دبابه او من ذخيره عاديه. صحيح يعني صار الموضوع بيولوجي وحضرتك انا عارف ان انت عضو في جمعيات ومؤسسات خيريه و بتعمل على الحفاظ على التراث وعلى التراث العربي الأصيل. نعم سيدي، أنا أشكرك أستاذ محمد الخشاب للاستضافة على قناة التلفزيون والراديو العرب الذي يبث مباشرة من عاصمة العالم نيويورك،
وبصراحه نحن بنفتخر فيك يا استاذ، بشكرك البرامج اللي بتقدمها من خلال هذا القناه وخاصه هذا برنامج الجسر حلو. وطبعا تحيه لجميع الفريق المشرفين على العمل في هذا البرنامج. بشكرك. اريد ان احيي الاستاذ جمال طرابلسي الذي يدعم بالاعداد لجميع البرامج في الاي ار. طبعا طبعا طبعا. يعني واحنا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا متابعين جيدين للنشاطات والمهرجانات واللي بتحصل والمؤسسات اللي حضرتك يمكن عضو بارز فيها مع كثير من الاسماء اللي حضرتك يمكن كلمنا مع بعض عليها قبل البرنامج. نعم نعم، انا بشتغل في مجال هندسه الصوت والموسيقى والاعداد وتقديم برامج فنون الموسيقى والغناء وفنون الدبكات على خشبة المسرح العربي للفولكلور منذ 1993، وأعمل برعاية حفلات المهرجانات السنوية طبعا كما تحدثنا على القليلة ثلاث كبرى، ومنها المهرجانات السنوي للناب اللي هي NAAP Network of Arab American Professionals في مدينة نيويورك الذي أسسها الأستاذ فراب جيكلي ومن سوريا الحبيبة. ثم أنسق لمهرجانات عرب أمريكان بازار في بروكلين برعاية العرب أمريكان أسوسيشن أوف نيويورك للأخت المؤسسة ليندا صرصور، أكيد بنحييها التي أقدم لها أجمل التحيات. وطبعا وراء الكواليس والعابدين من العابدين معها مروة حليني وحبيب جودة وآشلي جيبسون، وثالثا اللي هو العرب أمريكان هيريتج داي، ونفسك وأعد وأقدم مهرجان إمباك ميديترانيان بوليتيكال أكشن في مقاطعة ويستشستر في نيويورك اللي هي كانت مؤسسة من الأستاذ جون قدر. طبعا طبعا، واحنا يعني بنحيي هذه الاسماء الهامه جدا واللي لها نشاط واضح دائما في من خلال الاحتفالات والاجتماعات والمحاضرات اللي بتحصل فيه على مستوى الولايات المتحده الامريكيه، وتعبير وحاجه تشرف للجاليه العربيه كلها. وطبعا إن شاء الله نستمر يعني فضلك يا استاذ محمد، يعني والبرامج اللي انت بتعدها في قناه وراديو تلفزيون العرب يعني ممتازه جدا، وان شاء الله بنكون نتعاون مع بعض في ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علي، وبتمنى ان شاء الله ان احنا هذه القطعه تنتهي ونرجع لحياتنا الطبيعيه وننبسط كلنا والناس كلها تعيش في صحه وسعاده. وانا بعرف انك انت طبعا بترغب وبتحب كثير موضوع الانترتينمنت والموسيقى والفنون والتقاليد العربيه الحلوه زيك. ربنا يخليك. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علي، وشكرا لك جزيل الشكر ولقناه الاي ار تي. بشكرك بشكرك شكرا. طبعا احنا مهم جدا ان احنا دايما يكون في بيننا تواصل من خلال هذه المهرجانات ومن خلال هذه الاحتفالات، بنطلع الناس اللي هم ما يعرفوش حاجة عن العرب أو عن تاريخنا أو عن حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا، إن بنطلعهم على مين إحنا. عندنا جالية من أنجح الجاليات اللي موجودة في خارج الوطن العربي، وهننزل في خلال الفترات القادمة إن شاء الله. دلوقتي بدأت موضوع شوية بالتدريج فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 في فتح البلد، فهننزل الشارع وهنتكلم مع الناس في الشارع وأماكن كثيرة هنبتدي ان احنا نحاول نزورها، ويكون في بيننا مشاركة وجدانية ومشاركة فعلية فعلا بالاقتراحات وبالآرائكم وأشياء كثيرة يمكن بنخطط لها خلال الفترة القادمة. دايما ان شاء الله احنا بنحاول نطور، وبس مش لوحدنا، لابد ان احنا نكون كلنا مع بعض، فانتوا الاساس واحنا معاكم. وتصبحوا على خير، اراكم الاسبوع القادم وحلقة جديدة من الجسر. ابقوا معنا.